انتم في الاتحاد الشعبي الجمهوري كيفاش تصنفوا العمليه اللي قام بها الرئيس قيس سعيد؟ تعتبرون انه فعل فعلا الفصل 80 كما دعيتوا له انتم في مناسبه سابقه، ولا تجاوز الدستور، ولا كان عنده تاويل ربما واسع للفصل 80؟ احنا وصفناه واصدرنا بيان واضح، اصدرنا بيان واضح في انه اللي قرارات 25 جويلية ترقى الى درجه انقلاب على الدستور وعلى المؤسسه الدستوريه. وهذا توصيف، لكن احنا ليس عقلانيين ونتعامل مع واقع الامر ومستعدين باش ننخرطوا في التغيير على اساس انه نرجعوا للمنطق والمنطوق نتاع الفصل 80، وهذا ممكن. لكن المسار اللي مش فيه سيد رئيس الجمهوريه وبالتمديد نتاع البارح اللي اكدنا اللي هو ماهوش يسمع في الفاعلين السياسيين، ماهوش يسمع في المنظمات، ماهوش يسمع حتى في الصوت نتاع الاتحاد الاوروبي والصوت نتاع معنى الاطراف الفعاله اللي في الموازنات الدوليه، ماشي في سياق انه باش ينفرد بالسلطه وانه باش يلغي المؤسسات، ولا نستغرب انه حتى باش يرذل الاحزاب ويشيطن الاحزاب، ودخلنا في اتون شيطنة الجماعية، شيطنة رجال الأعمال، شيطنة القضاة، شيطنة النواب وحجرنا عليهم السفر. النواب هم أناس، هم توانسة يخطئون ويصيبون ويتحاسب كل، والجريمة معناها فردية ماهيش جماعية. احنا طلبنا بتفعيل فصل 80 لكن منطوق فصل 80. الآن احنا تو مطالبين باش نعاودوا نلحوا على رئيس الجمهورية باش يرجع إلى الجادة، وأنه لا 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 يهدم ما بنيناه من مسار ديمقراطي. نعم، راهي الديمقراطية تتبنى على طوال، وإحنا شعب ما زلنا ما تدربناش، ما زلنا ما نش حتى اختيار نوابنا وحتى انتخاباتنا على الهواء، وأكاد أقول حتى أني معناتها ملوثة بالمال الفاسد وبالإعلام الفاسد، ومانيش مضطر باش نذكر بعض الامثله. اذا الفصل 80 احنا ابعد ما يكون منه. رئيس الجمهوريه ماخذاه من الفصل 80 كان لرئيس الجمهوريه والاعلان للشعب والشعب.